اكثر من هذا. قالوا لي وقت عملت اول انترفيو وقتك مش اول ماذا عمل في 2011 قالوا لي لا عملت البوس وانا ما نعرفش معناها البوس فالوقت هذا ما نعرفش حتى روحت للدار نشدت على البوس شنية البوس قالوا لي معناها انتشرت حاجة كبيرة وقت وقت في التلفزة الوطنية قد راي عملت البوس وحشمت مش نقول شنو هو معناها البوس كيما السيلفي مش مستانس قالوا لي السيلفي من الأول مرة حاجات واحد ولا تعلمهم خاطر مع البورتابل بتاعي من العصر الحاجة اللي من لا يصور لا يعمل فيه تقبل المكالمات وللأسف راني ما عادش لازم نتقبل المكالمات مش خاطر ما نحبش أما كي تجيب 300 مكالمة في النهار ما عادش لازم ترد وفما ناس ما تعرفهمش فما معناها النهار تحت الشاش مش سكرته معناها قالوا مسكر ولكن جيبك انت تحط تليفون وقولوا نحطه وما عادش يتحط التليفون قبل خاطر ديما في بتاعنا كانوا التليفون الديكس هكا حط يد التليفون ولا سيد التليفون معناها توليت معناها ما عادش تقدر تجاوب على المكالمات الكل